والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني بعض العلماء فسرها أن الله تعالى لا يزيل النعمة عن العبد حتى يكفر العبد بهذه النعمة، أي حتى يستعمل هذه النعمة فيما حرم الله تبارك وتعالى. فمن أراد منكم أن يحافظ على النعم يا أحبابنا الكرام فلا يعصي الله بهذه النعم. وكثير من الناس هون سبحان الله العظيم بيكونوا بنعمة ثم تنقلب حالهم بسبب يعني معاصيهم، من شؤم معاصيهم. ولكن هؤلاء الناس من شدة جهلهم أحيانا شو بقول لك، يتبجح ويقول فلان طرأني عين أو فلان عمل لي سحر، وما بيجي بباله أنه هذا زوال النعم هو بسبب شؤم معصيته التي هي مثلا ترك صلاة أو سرقة أو ما أشبه ذلك من المعاصي والعياذ بالله تعالى. فإذا ارتكاب المعاصي يعني سبب من أسباب شو الحرمان، أما شكر الله سبحانه وتعالى على النعم فهو سبب للزيادة في هذه النعمة.